وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي. الكندي هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، ولد سنة 185 هجري الموافق 805 ميلادي. هو علامة عربي مسلم برع في الفلسفة والفلك والكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات والموسيقى وعلم النفس والمنطق الذي كان يعرف بعلم الكلام. ولد في الكوفة في بيت من بيوت شيوخ قبيلة كندا، كان والده والياً على الكوفة حيث تلقى علومه الأولية، ثم انتقل إلى بغداد حيث حظي بعناية الخليفتين المأمون والمعتصم، حيث جعله المأمون مشرفاً على بيت الحكمة الذي كان قد أنشئ حديثاً لترجمة النصوص العلمية والفلسفية اليونانية القديمة في بغداد. عرف الكندي أيضاً بجمال خطه، حتى أن المتوكل جعله خطاطه الخاص. كان الكندي عالماً بجوانب مختلفة من الفكر، وعلى الرغم أن أعماله عارضتها أعمال الفارابي وابن سينا، إلا أنه يعد أحد أعظم علماء المسلمين في عصره. ومن إسهاماته العلمية في الطب والكيمياء هو تأليفه لأكثر من 30 أطروحة في الطب، متأثراً فيها بأفكار جالينوس. أهم أعماله في هذا المجال هو كتاب رسالة في قدر منفعة صناعة الطب، والذي أوضح فيه كيفية استخدام الرياضيات في الطب ولا سيما في مجال الصيدلة. على سبيل المثال، وضع الكندي مقياس رياضي لتحديد فعالية الدواء، إضافة إلى نظام يعتمد على أطوار القمر يسمح للطبيب بتحديد الأيام الحرجة لمرض المريض. وفقاً لابن نديم، كتب الكندي على الأقل 260 كتاباً، منها 32 في الهندسة و22 في كل من الفلسفة والطب. نذكر منها رسالة في الطب البقراطي، رسالة في وجع المعدة والنقرس، ورسالة في أشفية السموم. على الرغم من أن الكثير من مؤلفاته فقدت، فقد كان للكندي تأثيراً في مجالات الفيزياء والرياضيات والطب والفلسفة والموسيقى استمر لعدة قرون، إذ اعتبره باحث عصر النهضة الإيطالي جيرالامو كاردانو واحداً من أعظم العقول الاثني عشر في العصور الوسطى. وقد توفي الكندي في بغداد وحيداً عام 256 للهجرة الموافق 873 ميلادي في عهد الخليفة المعتمد. وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي.